السلام عليكم، نورتي في قناتي وقناتكم. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ هانين، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم روتين يوم الاحد. دابا غادي نمشيو ان شاء الله للسوق، غادي نتقداو، غادي ان شاء الله نشارك معكم كلشي. غندير العشيوه خفيفه ان شاء الله، غنشاركها معكم فرجه ممتعه. دابا البنات يلاه دخلنا للدار. التقديه ديالنا هي هذه، تقديت كل شيء الحمد لله. السوق الاثمنه مناسبه وعطى الله الخير، الحمد لله موجود الخير. تقدينا في السوق انزكان، كل شيء موجود الحمد لله ولله الحمد. دابا غادي نقد التقديه ديالي وغادي نوجد ان شاء الله عشيوه خفيفه بسندويتشات رائعين بالحشو وزوينه ولذيذه ان شاء الله. غادي نوجدها معكم. هذا قزبور زوين عجبني ما شاء الله. غادي ان شاء الله نغسلو وغادي نشفو مزيان وغنقطعو رقيق وغنديرو هكايا في الطاسات وغندخلو المجمد، كيبقى مزيان واخا كيبقى مدة مثلا سيمانة هكا كيكون باقي مزيان. هادو هما السندويتشات اللي جبنا معانا، هما اللي غادي نعمر ان شاء الله بالحشو اللي غنوجد معكم. غندير الحشو ديال الحوت وفلفلة خضراء وفلفلة حمراء، وغندير ان شاء الله الحشو بالدجاج مع فلفله خضراء وفلفله حمراء والبصله. كما كتشوفوا معايا دابا وجدت الحشو ديال الدجاج، خديت الصدر ديال الدجاج قطعته هكا رقيق، والبصله حتى هي مشلضه مع فلفله خضراء وفلفله حمراء، شويه ديال الثومه والعطريه، شويه ديال الزيت الروميه، شويه ديال الملح، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكنجبير والحامض. عصرت عليهم حامضه كامله، غادي نديرهم ان شاء الله يتشحروا مزيان حتى ينشفوا، عاد غادي نعمر بهم. هذه هي الحشوه ديال الدجاج، كتجي رائعه ولذيذه وسهله في التحضير، والمكونات بساط. يمكن لكم تضيفوا الزعفران الحر الا بغيتوا، الا كان متوفر عندكم. كيجي مع هاد المكونات الداد، شويه القرفه،
كله والذوق ديالو، الاذواق تختلف. دابا غادي نحرك هاد المكونات كلهم مزيان هكا حتى نخلطهم مزيان، عاد غنشعل عليهم دائما نار مهيله حتى كيطيبو مزيان، عاد غادي نطفي عليهم وغادي ان شاء الله نوجد الحشو ديال الحوت اللي فايت لي شاركتها معكم. في الفيديو السابق كتجي رائعة. دابا راه الحشو ديالي واجدة، ها هي ديال الدجاج وديال الحوت. ان شاء الله غادي نعمر هاد الخبيزات وغادي نطيبهم في بانيني، كيجيو رائعين. هذه هي عشيوتنا البنات، خفيفة وظريفة. هنا حطيت السندويتشات اللي عمرت بالحوت وهادو الاخرين اللي عمرت بالدجاج، الحشو ديال الدجاج اللي وجدت معكم. وهنايا حطيت شوية ديال الزيتون اسود وشوية ديال الفرماج، وهنايا حطيت السيبيا اللي رقدت في العطرية ديالها كاملة، الحامض الثومة الكمون كل شيء، قليتها في شوية ديال الزيت. هذه هي عشيوتنا البنات، خفيفه وظريفه. كنتمنى يعجبكم هذا الروتين، واللي عجبكم ما تنساونيش بلايك وبتعليق زوين، وشكرا لكم على التعليق الرائع ديالكم باش كتفرحني دائما. وشكرا لكم على مشاهدتكم في القناه وعلى مشاركتكم في القناه. البنات اللي عاد انضموا للقناه نقول لكم مرحبا بكم، الف مرحبا، والله يوفق الجميع ان شاء الله. والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله، روتين جديد، فلوق جديد، وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.